أهلا بكم. أقرت الحكومة المغربية مخططا استعجاليا مهما بقيمة ملياري درهم لفائدة القطاع السياحي الذي يعد قطاعا حيويا لاقتصاد المملكة والذي يوليه الملك محمد السادس عناية واهتماما خاصين. ويأتي هذا القرار على إثر الاجتماع المنعقد الجمعة الماضية برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش والذي عرضت خلاله فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عرضت المخطط الاستعجالي للقطاع. ويشمل المخطط 5 تدابير رئيسية هي تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لهذه الفئة وتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل لسنة لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021 والتي ستقوم الدولة بدفعها ومنح دعم من الدولة للقطاع بمبلغ 1 مليار درهم.